عليكم، معكم أمنية ممدوح من بلوك ريسبيراتوري رينال، مادة المايكروبيولوجي. محاضرة النهاردة هي حلوة بس هي مليانة شوية، مليانة فيه شوية تفاصيل شوية كده في النص، هنركز عليها ونحاول نبسطها على قد ما نقدر. محاضرة النهاردة عن الإنفلونزا والكورونا فيروس. عارفين اللي هادر معايا في الهيباتايتس، انا كنت ماشيه بسكيم معينه، هنمشي نفسي يعني نفس السكيم اللي كنا ماشيين عليها، بس جاست نبقى في تفاصيل كده في النص هنقف عندها وبعد كده نرجع للسكيم التاني بتاعتنا، تمام؟ لان في تفاصيل في النص عايزه اشرحها. نبدا بسم الله. في الاول في بدايه المحاضره هنا هنتكلم بصفه عامه عن اهم الفيروسز اللي ممكن تصيب الريسبيراتوري تراكت سيستم، وبعد كده احنا هنا في المحاضرة دي هناخد الانفلونزا والكورونا كمثال بالتفصيل، تمام؟ فاول فيروس بيصيب ريسبيراتوري تراكت الانفلونزا فيروس، وده هناخده بالتفصيل، تمام؟ تاني فيروس البارا انفلونزا فيروس. البارا انفلونزا فيروس دي الميجور بورشن اوف اكيوت ريسبيراتوري انفكشن ان انفانتس اند تشيلدرن، يعني لو طفل صغير حصل له انفكشن في ريسبيراتوري سيستم، فغالبا من ضمن الاسباب المؤكده ونحطها في اعتبارنا في الاول في التشخيص ان يكون حصل انفكشن بالبارا انفلونزا فيروس، تمام؟ زائد ان هو بيعمل لي الكومن كولد اللي هو البرد العادي، والكروب والبرونكايتس. الكروب هنكتب التفاصيل، يعني هديكم نبذه عنه احنا ماشيين في السلايدات بعد كده، بس جاست تعرفوا دلوقتي ان هو الكروب ده ده خناق، الشخص ما بيقدرش ياخد نفسه، ما بيبقاش قادر الاكسجين، يعني بيبقى فيه انفكشن شديده خالص لدرجه ان هو بيبقى فيه مواصفات وفي صوت بيتسمع، يبقى الدكتور عارف الاصوات دي، بيبقى عارف ان الشخص ده عنده كروب، تمام؟ جاست بس بريفلي كده، بعد كده هناخده. بعد كده عندي البرونكايتس اللي هي الالتهاب في البرونكاي، تمام؟ ده بيع حاجات اللي بيعملها البارا انفلونزا فيروس، تمام؟ تالت حاجه الراينو فيروس. بتعمل لي ايه الراينو فيروس؟ بتعمل لي الكومن كولد برضو العادي، السور ثروت هو تكون في الزور، الرانوريا اوف نيزل ميكوزا بيحصل فيه سيلان من الانف، تمام؟ ده الراينو فيروس، حتى جاي من اسمه يعني. بعد كده عند الكورونا فيروس، ودي اللي احنا عايشين فيها وواقع عايشينه من احنا عايشين فيه، وهناخدها كمثال في المحاضرة دي بالتفاصيل. الفيروس ده يعمل لي الكومن كولد، كومن نزلة برد العادية، عشان كده بنقول يا جماعة في الوقت الحالي لو اي شخص حاسس بشوية نزلة برد اقعد في البيت، انت ممكن تكون بتصاب بكورونا وبعد كده ما تطلع بتأذي غيرك، فلو حاسس بشوية نزلة برد ما تقولش دي نزلة برد، لا انت ممكن يكون عندك كورونا، تمام؟ عملت لي بعد كده في فتره من الفترات الكورونا فيروس ستريم منيها، عملت لي السارس والمارس، اكيد انتوا عارفين الحوار ده. خمس حاجه ريسبيراتوري سينسيشال فيروس، الزمين كوز اوف تشايلد هود برونكيولايتس، يعني لو طفل حصل له انفلاميشن في البرونكيول، فالسبب الرئيسي والمين كوز عندي واللي هيجي في بالي كدكتور الار اس في فيروس هيكون هو السبب، تمام؟ مهمه خالص دي الحاجات دي في الام سي كيو، الحاجات دي مهمه جدا في الام سي كيو، بيحبوا يجيبوها في الام سي كيو، تمام؟ سادس حاجه الادينو فيروسز، بتعمل لي الاكيوت ريسبيراتوري ديزيز، وبتعمل لي فارينجيال انفيكشن، بتعمل انفيكشن في الفارينكس. زي ما قلت لكم الحاجات دي مهمه خالص ام سي كيو، يعني ممكن يقول لك الحاجات مين في الفيروس مثلا دي بتعمل لي فارينجيال انفيكشن، يبقى انا واخد وعارف وقاري قبل كده ان الادينو فيروس، بتبقى في كلمات كده في كل فيروس مهمه تيجي ام سي كيو، تمام؟ كده خلصنا الفيروس اللي بتعمل لي انفيكشن على الريسبيرتوري تراكت كله. بعد كده هناخد بالتفصيل زي ما قلنا الانفلونزا والكورونا، هنمشي بالسكيم بتاعتنا العاديه خالص. الانفلونزا فيروس من الارثيوميكسو فاميلي، دي الاسم الفاميلي، عباره عن ثلاث انواع A و B و C، وهناخد جت منين ال A وال B وال C بعد كده المورفولوجي بتاعها، الارقام مش مهمه، الدايمتر بتاعه بيبقى من 80 ل 120 نانومتر، يعني لما اشوفه تحت الميكروسكوب وكده وبعدين في التحليل، يعني ده خاص بالناس اللي هي عالمه بالابحاث وكده.
ده المورفولوجي بتاعه الدايمتر. تاني حاجة الفيروس لما بنيجي نشوفه بنلاقيه بوليمورفيك، شكله يعني شكله بيتغير، سفيريكال ممكن الاقيه مدور او ممكن الاقيه فلامنتس يعني شكل فيلمنتس. ادي الصورة هنا عندنا في الصور هنا ممكن الاقيه مدور سفيريكال، ممكن الاقيه فلامنتس، وممكن الاقيه شكل تاني بوليمورفيك متغير شكله بيتغير. تمام. بعد كده عندي الاستراكشر، الاستراكشر ده مهم جدا جدا جدا، همشي معاكم بس بالترتيب في الاستراكشر. هنبدا من جوه لبره. تمام. من جوه في النيوكليوكاسبيت عندي، عندي الار ان اي، هو ار ان اي فيروس. تمام. وبعد كده هناخد ان هو عباره عن 8 ار ان اي سيجمنت، يعني بصوا في الصوره كده لو عددوهم هتلاقوه 8 سيجمنت ار ان اي. تمام. وعندي النيوكليوبروتين، تمام، اللي هو مرتبط مع الار ان اي كده من جوه. نبدا بعد كده نبدا نطلع شويه من بره. عندي الحاجات الشوك اللي طالعه من بره دي، عندي النيورو امينيديز، وعندي الهيماتوجلينين، عشان دول خلي بالكم من اساميهم عشان هنحتاجهم بعد كده. عندي اللي هو خارز البامبي ده من جوه، ده برضو يعتبر من جوه، ده ام واحد بروتين. في عندي البروتين والليبيد انفلوب، الانفلوب عشان هو انفلوبد فيروس. وعندي ام 2 وده مش مهم قوي، يعني مش 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 عليه كلام، جاست انك تعرفه يعني في الاستراكشر. يبقى عندي من جوه لبره عندي ار ان اي، وعندي نيوكلو بروتين، عندي من جوه برضو عندي الام 1 بروتين وده مهم، عندي من بره نيورو امينيديز، وعندي الهيماتوجلينين. تمام. وعندي ليبيد انفلوب والبروتين انفلوب. تمام. عندي التايبس بتاعت الانفلونزا والسب تايبس، على اي اساس انا بقسم تايبس وعلى اي اساس انا بقسم سب تايبس، والسب تايبس دي مخصوصه بالانفلونزا اي فيروس. تمام، عشان نبقى على بينه من الاول. تمام. التايبس بتاعت الانفلونزا بقسم على اي اساس A وB وC، على اساس الانترنال انتيجنز، الانتيجنز اللي من جوه في الفيروس، الام 1 بروتين اللي هو من جوه والنما من جوه، والان بي بروتين هو نيوكليو بروتين وهو مرتبط بالار ان اي. تمام. دول تايب سبيسيفيك بروتينز، يعني دول بيحددوا لي التايب، على اساسه بقسم A وB وC. تمام. دي اول بوينت. السب تايبس بقى مخصوصه بالانفلونزا اي فيروسز، بتعتمد على ايه؟ على السيرفس بروتين بقى. يعني انا بقى السب تايبس بقى بتاعه الانفلونزا اي بقسمها، يعني الانفلونزا اي ده كاتيجوري كامله تحتها في سب تايبس، بقسمها ايه على اي اساس السب تايبس؟ على اساس الهيماتوجلينين ونيورو امينيديز بروتين، يعني هما البروتينات اللي من بره. تمام. لقيوا ان في 16 هيماتوجلينين سيرو تايب، وفي عندي 9 نيورو امينيديز سيرو تايبس. تمام. عشان كده تلاقي الاسامي بتاعت الانفلونزا هي H1N1 H2N3 H5N1 عباره عن ايه؟ عباره عن الانفلونزا دي مثلا اللي هي مثلا H1N1 عباره عن فيها الهيموتوجلينين سيرو تايب رقم واحد والنيورو امينيديز رقم واحد. لو لقيت مثلا زي مثلا المثال هنا H2N3 معناها فيها الهيموتوجلينين رقم 2 والان النيورو امينيديز رقم 3. تمام. بعد كده في صوره حلوه جدا هنا، نبدا بقى زي ما متعودين من جوه لبره. عندك هنا نبدا نجيب القلم، عندي الام 1 بروتين اهو من جوه، عندي الهيليكال نيوكليوكاسبيت يعني شكل حلزوني، الار ان اي عندي زائد الان بي بروتين، عندي الليبيد باي لاير ممبرين، عندي الان اي نيورو امينيديز، وفوق عندي الهيماتوجلينين. تمام. فجاي من تحت بيقول لك ايه التايبس الاي بي وسي، انا على اي اساس بسبب الانفلونزا بقسمها اي وبي وسي؟ على اساس اللونو موف والبامبي اللي هو اللي هما الانترنال انتيجنز اللي هو الام 1 بروتين والان بي بروتين. تمام. السب تايبس يعني السب تايبس بتاعه الانفلونزا بقسمها على اللونو زي فيروزي ده الاتش الهيماتوجلينين والنيورو امينيديز. تمام. في بعد كده صوره احلى واحلى واحلى، الصوره اللي على ايدك اليمين دي عباره عن الاستراكشر بتاع الانفلونزا جايب لك فيه ايه. نبدا كده حاجه حاجه، عندك نجيب القلم، سوري. شايفين الار ان اي في الانفلونزا بيكون 8 سيجمنتس عباره عن 8 قطع. عندي الهيماتوجلينين اللي هي عباره عن عامله زي العصايه، والنيورو امينيديز،
عندي بعد كده الامو بروتين. فراح عمل ايه؟ هو راح كبر لك الصوره بقى، شايفين الصوره هنا جميله جدا مكبره، شايفين النيورو امينيديز، ادي ثانيه واحده، سوري انا اسفه والله، النيورو امينيديز اهو شايفينه، وعندي ال بعد كده عندي الهيماتوجلينين، وهما داخلين. يعني انا قلت لك ان هما الانتيجنز دول عاملين يعني داخلين في الليبيد ميمبرين، وتحتهم الامين بروتين على طول. تمام، يبقى في الصور دي هنستخلص منها الانترنال انتيجنز اللي هما الان بي والام بروتين، الاكسترنال انتيجن اللي هما من بره الهيماتوجلينين والان اي، ودول على اساسهم بقسم السب تايبس. من جوه قلنا الام بروتين قلنا والان بي، عندي الار ان اي بتاع الفيروس عباره عن 8 سيجمنت، عباره عن 8 قطع بس كده. تمام، بعد كده السلايد دي انا مش عايزه منك فيها اي حاجه خالص، وهي مش عليك اصلا، بس انا بس عشان يبقى الموضوع واضح شويه. احنا قلنا ان قسمنا التايبس اي وبي وسي، وقلنا ايه في منها سب تايبس على يعني حاجات تحتها. اشمعنى بقى البي ما فيهاش؟ لا البي فيها، بس ما بيسموهاش سب تايبس، او هي مش سب تايبس، بيقسموها على تسميه تاني، بيسموها حاجه اسمها لينجز. لينجز دي حاجات شبه السب تايبس بس هي مش سب تايبس. تمام، يعني عشان تفهموا الدنيا، يعني ليه بتقول مثلا الانفلونزا ايه فيها سب تايبس وبنقسمها حاجات وكده، والبي لا، لا في البي. تمام، بيقسموها سب تايبس في الانفلونزا ايه زي ما انتم شايفين في الصوره، ولينجز في الانفلونزا بي. بعد كده في حاجه اسمها كليدز وسب كليدز، معلومه ليك يعني. الكليدز والسب كليدز دي بيقسموها على اساس على اساس السيميلاريتي في الـ في الهيماتوجلينين. تمام، يعني ترتيب الاحماض الامينيه عامله ازاي. يعني مثلا الكليدز دي بيقسموها على اساس الهيماتوجلينين السيميلاريتي، يعني بعد ما قسموا سب تايبس بعد كده شوفوا السيميلاريتي بتاعه الهيماتوجلينين وترتيب والسب كليدز اللي على ترتيب الاحماض الامينيه. تمام، جاست يعني تعرف الكليدز والسب كليدز. تمام، بعد كده ده اللي بقول لكم عليه برضو، تدي تفاصيل برضو في النص عليكم، والناس بتشوفها غلسة وصعبة، بس ان شاء الله يعني هنحاول نبسطها على قد ما نقدر عشان يعني تطلعوا من المحاضرة يعني. تمام، عندي حاجة اسمها في الانفلونزا في حاجة اسمها انتجينيك دريفت وانتجينيك شيفت. بداية كده يعني كلمة دريفت كمصطلح وشيفت، كلمة دريفت معناها انجراف، انحراف، يعني حاجه اتغيرت، حاجه في حاجه اتغيرت. اما شفت معناها نقل، حاجه اتنقلت بس هي قاعده زي ما هي بس اتنقلت. تمام، ده المفهوم العام، ده كمصطلح. نبدا بقى في الشغل المايكروبيولوجي. الانتيجينيك دريفت معناها انه حصل في ميوتيشنز في ستريم معينه من الانفلونزا ايه، مثلا فصيله معينه حصلها ميوتيشن، حصلها تغيير. شايفين في الصوره كانت دوائر مثلا وبقت نص دايره مثلا، في حصل ميوتيشن، في طفره حصلت. تمام، بتبقى في الهيماتوجلينين او نيورو امينيديز. تمام، وبتبقى اثناء الريبليكيشن، يعني الفيروس هو بيعمل ريبليكيشن، حصل فيه طفره. تمام، ده الدريفت، عشان كده سموها دريفت، انجراف، انحراف، تغيير. اما تشفت نقل، شايفين كذا سترين، يعني الاخضر دي سترين من الانفلونزا، والموف سترين، والاصفر دي سترين. بعد كده عملوا لي بعد كده طبق سلطه، يعني ايه طبق سلطه؟ خدت من كل لون بطاطس، حاجه زي كده يعني، خدوا من كل لون، من كل سترين خد حاجه، بس هي قاعده زي ما هي، ما حصلهاش ميوتيشن. عشان كده طبق السلطه هتلاقيه لسه قاعد كله دوائر بس الوان مختلفه، فبالتالي طلعت لي نيو سترين، سترين جديده خالص، وده بتشهر بيها الانفلونزا ايه. الانفلونزا ايه بيسموها فلو بتعمل حاجه اسمها فلو سيزون، موسم الانفلونزا، لان هي بتغير من نفسها كتير وبتشقلب كتير وبتتغير كتير وبتعمل لي شفت كتير، فبتعمل لي طبق سلطه نيو سترين، بتطلع لي سترين جديده، بس السترين دي فيها حاجات من كل السترينات التانية اللي كانت ظاهره عندي. تمام، عشان كده انت الشخص ما بيبقاش عنده اميونيتي كامله للانفلونزا، كل شويه تصاب بالانفلونزا، المفروض تكون عندك اميونيتي منها، بس الانفلونزا على طول بتغير من نفسها وبتعمل سترينز كتير، فعلى طول بتصاب بيها. ده الدريفت والشيفت، يا رب تكون فهمتوها بالطريقه المبسطه دي. تمام، ناخد بعد كده، لا سوري، ناخد بعد كده الجدول، عملتها لكم في الجدول الدريفت والشيفت. الدريفت قلنا دي عباره عن انجراف، انحراف، بيبقى فيه ميوتيشن في الهيماتوجلينين او النيورو امينيديز. تمام، بيحصل فيه اكيوميليشن للميوتيشنز، وبيحصل فيه تشينجز كتيره،
عشان كده بيقول such that an individual immune to the organist original original genist is not immune to the drifted one. يعني الشخص بتبقى الاميونيتي بتاعته الشخص ما بيبقاش زي ما بيكون يعني الشخص ما بيبقاش اميون ضد الدريفتد وان. يعني السترين اتغيرت خالص، حصل لها فيه طفرات، الانتجنز اتغيرت، في حاجات فيها اتغيرت، يعني ما بقتش دوائر زي ما قلت لك، انا بقت نص دايره. فكده الاميونيتي بتاعتي مش نفس زي الاوريجينال، يعني مش نفس اللي كانت الاصليه اللي قبل ما يحصل فيها الميوتيشن. تمام. الانتجينيك دريفت ريزلتس ان سبوراديك اوت بريكس اند ليميتد ايبيديميكس. لو برضو سمعت معايا الهيباتايتس، كلمة سبوراديك معناها حصل في مش ابيديميك، مش على ما حصلش، ما عملتش اوت بريك كبيرة، شوية كده ناس بس حصل لهم الدريفتد وان، يعني بتبقى شوية، مش جاست ان هي تعمل لي الناس كلها، ما تعملش اوت بريكس كبيرة خالص. عشان كده بيقول لك بتعمل لك ايه ليميتد ابيديميكس، يعني بتعمل لي ابيديميكس صغيرة محدودة، مش ابيديميكس فظيعة وناس كتيرة، لا حاجة معينة، يعني أشخاص معينة، شوية ناس بس كده صغيرين. تمام. بتحصل في بوس A إنفلونزا A يعني، وليس كومن في B، يعني بتحصلش كتير في B بس غالبا ما بتحصل في A. وحاجة كده تاني زي ما قلت لكم، بتحصل في الدريفت، بتحصل في الريبليكيشن، أثناء الريبليكيشن بيحصل في طفرة. تانية حاجة لو التغير بسيط، يعني لو الميوتيشن كانت بسيطة يعني، فيبقى الجسم لسه اميون برضو، يعني في اميونيتي ضد الانفلونزا دي. بس لو التغير بقى كبير جدا لدرجة انه السترين كلها اتغيرت والميوتيشن يعني بقتش مثلا دوائر، بقت كلها مثلا نص دايرة نص دايرة نص دايرة، الانتيجنز بقى يعني بقت نص دايرة مثلا نص دايرة نص دايرة كده، ما فيش اميونيتي خالص. تمام. ما فيش انتي بودي اصلا ضدها. تمام. اما لو تغير بسيط مثلا طفرة بسيطة، يعني مثلا مش كلهم بقوا نص دايرة، في شوية لسه قاعدين دوائر مثلا على اساس المثال ده، يبقى لا في اميونيتي لسه. تمام. بعد كده الانتيجينيك شيفت، قلت لكم شيفت يعني نقل او تحول، بتحصل نتيجه للري اسورتمنت. الري اسورتمنت دي اللي خدتوها في سنه اولى، اللي هي الانتقال الجينيتك ماتيريال. يعني ايه يعني ايه يعني ايه احنا عارفين دلوقتي لسه واخدين في الاستراكشر بتاع الانفلونزا عباره عن 8 قطع من الار ان اي. كل ما كان الفيروس الار ان اي بتاعه متقطع، كل ما حصل فيه اسورتمنت اعلى. يعني ايه؟ انا مثلا شخص اتصبت بانفلونزا رقم مثلا H1N1، واتصبت بانفلونزا مثلا، ده جاست مثال يا جماعه، H2N3. تمام. وده 8 سيجمنت وده 8 سيجمنت. اثناء الاسمبلي واثناء زي ما قلت لكم الانفلونزا بتبقى سيجمنتد، بيحصل فيه خلطبيطه. يعني ايه؟ ياخد من ده شويه وياخد من ده شويه، ويحصل فيه ميكسنج للجينيتك ماتيريال الار ان اي، يحصل له ميكسنج. تمام. فبتطلع لي سترين جديده جدا جديده خالص، يعني ما كانش يعني زي ما قلت لكم في الصوره هنا نيو سترين، بس انا واخد من سترينز قديمه، يعني واخد مثلا من اتش، يعني انا مثلا اتصبت ب H1N1 و H2N3، بس انا واخد جينيتك ماتيريال واخدها من H1N1، واخد جينيتك ماتيريال من H2N3، واخد من الاثنين. تمام. فبيطلع لي سترين جديده. عشان كده الانفلونزا ايه معروفه ان هي بتعمل لي اوت بريكس، بتعمل لي حاجات بانديميك، بتعمل لي كل شويه تطلع لي انفلونزا جديده انفلونزا جديده لان بتبدا الحكايه ان شخص اتصاب بتو سترينز من انفلونزا ايه، وحصل في اثناء هو متصاب بيهم حصل ري اسورتمنت، حصل فيه لخبطه للجينيتك ماتيريال، فطلعت لي نيو سترين جديده. تمام. اوكي. اونلي ان ذا كيس اوف انفلونزا ايه، زي ما قلت لكم انفلونزا ايه دي مشهوره بحكايه الري اسورتمنت. تمام. الانتيجينيك شيف بريديكالي اوكرز، يعني بتحصل على فترات. تمام. بلاقي النيو اتش اي وان اي ار فاوند ان ذا سيركيليتنج فايرال سترانز. تمام. بيتهيأ لي، يعني بيتهيأ لك انه في هيماتوجلينين جديد، في نيورو امينيديز جديد، بس هو مش جديد، يعني هو المفروض فيها دي، يعني انه الاسترين الجديده دي هي واخده اصلا من الاثنين، فبيتهيأ لك ان هما يعني هيماتوجلينين جديد ونيورو امينيديز جديد، بس هو اصلا واخد من الاسترين القديمه، يعني واخد الجينيتك ماتيريال بتاعته واخدها من القدام. يعني there is little immunity، يعني
بيبقى فيه اميونيتي قليله خالص، يعني مش لدرجه ان هو مفيش خالص، لانه الشخص ده قلت لكم هي نيو سترين جديده، بس يعني انا برضو جسمي فيه مناعه ضد، لان الهيماتوجرين اللي هو مطلعه او النيورو امينيز اللي هو مطلعه هو واخده من سترين قديمه، تمام؟ هو جاست ان هو داخل لي بشكل متغير، يعني داخل لي طبق سلطه، طبق حاجة أنا مش متعود عليها، مع الوقت أنا هتعود عليها وهعرفها بعد كده، تمام؟ هو جاست إن هو داخل لي لابس كوت، داخل لي لابس جاكيت متغير، شكله متغير، بس هي الجينيتك ماتيريال واحدة، يعني النيورو أمينيتيز بتاعته اللي كانت مثلا في H1N1 واحدة، خد مثلا هيماتوجلينين الجينيتك ماتيريال من H2N3، تمام؟ بس هو بس جاست إن هو داخل لي بشكل متغير، ملخبط الدنيا، فبالتالي الجسم مش هيعرفه، بس في إميونيتي، تمام؟ and an epidemic و pandemic scene، يعني بلاقي فيه epidemic و بلاقي فيه بقى ايه outbreaks بقى ويصيب ناس كتير، لان هي new strain، strain جديدة، تمام؟ زي اللي حصل في الانفلونزا الخنازير لما ظهرت وكده، دي عملت لي pandemic، يعني قعدت فترة كده بعد كده عملوا vaccine ليها، تمام؟ يا رب تكون الشفت والدريفت اتظبطوا معاكم. اللي قلت لكم الدريفت دي حصل فيه mutations، شفت لا دي اتنقل، في حصل ري اسورتمنت، في حصل ميكسينج للجينيتك ماتيريال فطلعت لي نيو سترين جديده خالص، اما الدريفت اللي هي نفس الستريم بس حصل لها ميوتيشن فبالتالي اتغيرت، فبالتالي الجسم مش عارف يتعرف عليه لانه حصل لها ميوتيشن اتغيرت تماما، لان الانتجنز اللي كانت بتطلعها لي اتغيرت وحصل فيها طفره، تمام؟ قلت لكم في الانتجينيك دريفت لو كان تغير بسيط هيبقى فيه اميونيتي وفي انتي بودز، لا تغير كامل بقى مفيش انتي بودي، الانتجينيك شيفت بيبقى لا في ليتل اميونيتي، تمام؟ بعد كده نكمل السكيم بتاعتنا. المود اوف ترانسميشن سبريد بيرسون تو بيرسون فاي سمول بارتيكل ايروزولز، عن طريق الايروزولز. بعد كده حاجه اسمها الفومايتس، الفومايتس يعني فومايتس بيسموها اصطلاحيا يعني الادوات المعديه او الحاجات اللي بتعدي، يعني ايه مثلا شخص عطس مثلا على 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 ترابيزه على كرسي على حاجه، وانا جاست رحت انا رحت مسكت الحاجه اللي هو كان العطس عليها، تمام؟ رحت انا كده هنا معرض ان انا يجي لي الانفكشن، بجست يعني يكون ان انا خدت يعني انا لمست الحاجه اللي هو عطس عليها او اللي هو نقل عليها الانفكشن في الفتره اللي يكون فيها الفيروس حي، لان بعد كده ممكن بعد كده خلاص الفيروس هيموت لو ما لقيش حاجه فهيموت، فلو انا لحقت ان انا اخدها قبل ما قبل ما الفيروس يموت فكده انا اصبت بالانفكشن، تمام؟ فعندي طريقتين مود اوف ترانسميشن، يا اما الريزولتس يا اما عن طريق الفومايتس. بعد كده الانكوبيشن بيريد بتاعته صغيره جدا من 18 ل 72 ساعه، دايما لو شخص عنده انفلونزا مجرد بس ان انا اقعد جنبه خدت العدوى مفيش كام ساعه ولا نفسي ظهرت عليا الاعراض، من 18 ل 72 ساعه. بعد كده عندي الريبليكيشن سايكل، عندي اللي حصلت ازاي. اول حاجه الفيروس دخل مسك في الابيثيليوم بتاع الريسبيراتوري تراكت، اهو شايفين في الصوره، استنى همشي معاكم بالقلم، اهو الفيروس مسك في الابيثيليوم سيل، عمل اتاتشمنت، تمام؟ بعد كده عمل بينيتريشن، بعد ما دخل بعد ما عمل اتاتشمنت للسيرفيس بتاع الابيثيليوم عمل بينيتريشن، حصل له انجلفنت بالاندوسايتوزيس ودخل جوه الخليه، بعد كده حصل له انكوتينج، بعد كده خلع الجاكيت بتاعه بقى دي كده وبقى اشتغل، الفيرال كونتينتس ار ريليزد، الحاجات الدي ان اي سوري الار ان اي بتاع الفيروس طلع وحاجاته طلعت. رقم 4 حصل بايوسينسيس، يعني بايوسينسيس يعني الفيرال بعد كده بدا يصنع في حاجاته ومحتاجاته. بعد كده رقم 5 اسمبلي، بدا بعد كده يجمع بقى ويعمل لي شويه فيروسات صغيرين بقى احفاده وخليفته. بعد كده الريليز، بعد ما حصل اسمبلي وجمعته هيحصل بقى يحصل بقى ريليز بقى والفيروس بارتيكلز تطلع، تمام؟ بعد كده عندي الباثوجينيسيس، يعني ازاي الانفلونزا فيروس هتعمل ازاي باثوجينيسيتي. اول حاجه الانفلونزا فيروس هتعمل زي ما شفنا في ريبليكيشن سايكل، عملت انفكشن للابيثيليال سيلز بتاعه الريسبيراتوري تراكت،
بعد كده بدل ما عملت انفكشن صابتها يعني، فالسيلز داي. ليه؟ لان احنا قلنا لو شفتوا في الصوره اللي قبلها الفيروس هو جاي يطلع، هو جاي يعمل ريليز فدمر الخليه، هو طالع راح دمر الخليه، فالسيلز هتموت، وبالتالي الخلايا ما بتموت، السيليا اللي موجوده في الريسبيراتوري تراكت الافيكاسي بتاعتها هتقل، لان المفروض السيليا دي مسؤوله عن الكليرانس، تبدا تطلع لي الحاجات الوحشه وتطلعها لبره، فبالتالي مش هتطلع الحاجات الوحشه والسيليا هتوقف لان السيلز داي، فبالتالي هتتراكم عندي ال تتراكم عندي الانفكشوس ايجنتس وتفضل موجوده وما يحصلهاش كليرانس. تمام. بعد كده النقطة دي مهمة، الابيثيليا المفروض ان هو بروتكتيف، ان هو طبعا تحميها، بس في ما بينه جابس. الجابس دي مجرد ما الخلايا تموت والسيليا توقف والدنيا توقف والحال يوقف، تبدأ بعد كده والفيروس يبدأ يحصل له ريبليكيشن وكده، الجابس دي تساعد لو في باثوجينز تاني تبدأ تتسرب ما بين الجابس وتعمل باثوجينيسيتي تاني فوق الفيروس. تمام. عشان كده الفيروس بتعمل لي سكندري بكتيريال انفكشن، بتعمل لو الشخص متصاب بفيروس وتساعد يساعد الاصابه بالفيروس انه يحصل فيه بكتيريال انفكشن. تمام. الفيريميا از فيري ريل، يعني نادرا لما يحصل الفيروس يدخل في الدم. بعد كده عندي كده احنا خلصنا الباسو جينيسيس. تكملة الباسو جينيسيس انه ازاي بقى الاميونيتي ردت بقى على الحكاية دي، عندي الاي جي جي والاي جي اي مهمين جدا. احنا قلنا الاي جي جي ده مسؤول عن اللونج تيرم اميونيتي، والاي جي اي ده انتي بودي قلنا موجود في الميوكس ميمبرين، عشان انا قلت انا خدتها ايروزولز، خدتها في ريسبيراتوري تراكت انفكشن وموجودة في الميوكس، فالاي جي اي ده مهم جدا. تمام. عندي فيه انتي بودي بيتكون ضد الهيماتوجلينين، ده is the most important، بيعادل this can neutralize the virus and prevent the virus initiating the infection، بيمنع ان الفيروس يبدأ الريبليكيشن ويبدأ الكولونيزيشن، سوري الكولونيزيشن دي بتتقلش غير على البكتيريا، سوري يحصل بيعمل الانتي بودي ضد الهيماتوجلينين ده بيمنع الفيروس انه يبدأ يعمل يحصل له ريبليكيشن، يمنع البداية بتاعته. الانتي بودي بقى ضد النيورو امينيديز سلو ذا سبريد اوف فيروس، يمنع انتشار الفيروس، يعني واحد يمنع ان الريبليكيشن يحصل اصلا في البدايه وبدايه الفيروس، واحد يمنع السبريد. دي معروفه بقى النقطه اللي انتم عارفينها، الاي جي بريسيس لونجر ذان اي جي اي، سو بلايز ا مور امبورتنت رول ان لونج تيرم اميونيتي، معروفه ان الاي جي جي ده مسؤول عن لونج تيرم اميونيتي، فبالتالي هو بيفضل اكتر من الاي جي اي. تمام. بعد كده عندي السيمتومز بتاعه الانفلونزا، انتوا عارفينها يعني، مش بقول كلام من عندي، انتوا عارفينها. اول حاجه سنتر الشخص ده بيبقى عنده، دايما الشخص اللي عنده انفلونزا بيبقى مصدع، سيستميك بيبقى عنده فيفر، ماسكولار بيبقى بيقول لك انا جسمي همدان، جسمي تعبان، جوينتس بتبقى تعبان وفيها الم، نيزو فارينكس عندي بيبقى فيه راني نوز، في سيلان في الانف، في سور صوت، في احتقان في الزور، ريسبيراتوري بيبقى فيه كافينج، ساعات بيبقى في مصحوبه بكافينج، جاستريك الشخص برضو اللي عنده نزل البرد بيبقى عنده فوموتينج، بيبقى عنده ترجيع كتير. لو انت عارف اعراض النزله اللي جت عليك هماهم، ما تخافش يعني. بعد كده حاجه مهمه، حاجه اسمها بالمونري كومبليكيشن ونون بالمونري كومبليكيشن، يعني الانفلونزا ممكن غير السيمتومز والساينز دي ممكن تعمل لي كومبليكيشن تاني على مستوى اللنج، وفي حاجات مش على مستوى اللنج. الحاجات اللي على مستوى اللنج حاجه اسمها الكروبل، قلتها لكم في اول محاضره، اكيوت لا اسم ده ده اسم المرض، اكيوت لارينجو تراكيو برونكايتس، يعني التهاب او انفلاميشن في البرونكايل والتراكيا واللارينكس، ده اسمه مرض الخناق، الشخص مش قادر يتنفس خالص، مشهور جدا في اليونج تشيلدرن. السيمتومز بتاعته بتبقى ايه؟ كف، والكف دي بتبقى مميزه، بتبقى باركينج كف، نباح، صوت النباح، difficulty في breathing مش قادر ياخد نفسه، واسترودر كروينج ساوند during inspiration، يعني انت مثلا الدكتور الصدريه ما يجي يكشف يقول له خد نفس، هو بياخد نفس تلاقي فيه صوت سردر طالع، يعني صوت سردر صوت صرير، صوت الكروينج يعني صوت الغربان، عارفين صوت الغربان
بيبقى زي صوت الجبان بالظبط. ان شاء الله برضو هحاول احط لكم في الديسكربشن لينك للصوت عشان تسمعوا اصوات، انك تسمع الاصوات دي سواء كانت الاصوات اللي في الهارت الباثوجينز الباثوجينستي في الهارت او اللونج، الاصوات لما بتسمعها حلوه جدا. انا مش بتكلم ان هي حلوه، يعني حلو انك انت تسمع وتعرف يعني حاجه لذيذه. تمام كده، ده الكوب ده دي وان كومبليكيشن. الكومبليكيشن الثانيه برايمري انفلونزا فيروس نمونيا، يحصل للشخص ده نمونيا، يحصل فيه انفلاميشن في اللنج. تالت حاجه سكند بكتيريا انفكشن، قلت لكم عليه دايما الشخص اللي بيبقى مصاب بفيروس عرضه ان يجيله بكتيريا الانفكشن، ممكن تكون ستريبتوكوكس نيموني دي مشهوره جدا، ستاف اوريس وهيموفيلس انفلونزا. نمبر مونري يعني حاجات مش تبع ال اللنج، مايوسايتس يعني التهاب العضلات وكده، ذيس از رير، هي بتبقى نادره وتبقى موجوده في التشيلدرن وغالبا بتبقى بعد انفلونزا تايب بي. كارديا كومبليكيشنز، الشخص ده بيبقى عنده فيه مشاكل في الهارت، انكفالوباسي في البرين، ري سيندروم، دي سي متلازمه لحد دلوقتي انون يعني مش معروف لها سبب، بيبقى فيها برين دامج والشخص بيبقى عنده سيزرز، بيبقى عنده تشنجات، وبيبقى فيه ليفر ديسفانكشن والليفر بيبقى سوالوينج متضخم. تمام، بسبب ايه؟ لقيوا لما جيوا يبحثوا جابوا الناس اللي عندهم، هي متلازمه نادره جدا، الناس اللي هم عندهم رين سندروم جيوا ما كشفوا عليهم، لقوا انه عندهم الميتوكوندريا بتبقى متدمره، فبالتالي ما فيش انرجي، فبالتالي الليفر مش عارف يقوم في وظيفته، فبالتالي الليفر بيبوظ. فبالتالي الري سندروم دي بتبقى لقيوا ان هي بالصدفة، لقيوا ان هي بتبقى بتيجي بعد الشخص، الاطفال بالذات الاطفال والشباب لحد 19 سنة بيبقى بعد بتجيلهم انفلونزا، يعني بعد بتجيلهم نزلة برد بيجيلهم الري سندروم. في كلام تاني اتقال وابحاث تاني اتقالت، عشان كده هتاخدوا في الفارما، مش عارفة خدتوها ولا لا، الاسبرين ما ينفعش اديه ابدا 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 للتشيلدرن او 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 ادلت لحد 19 سنه، يعني مش مفضل، ولو اديته بيبقى فيه جرعات معينه، ما ينفعش ادي اسبرين لان اسبرين من سايد افكتس بتاعته ان هو بيعمل ميتوكورديال دامج، وبالتالي ممكن يعمل اعراض، يعمل لي ري سندروم، لان ري سندروم لحد دلوقتي مش عارفين سببها ايه. ممكن يكون سببها انه طفل كان لسه عنده انفلونزا وانا عايز مثلا عنده صداع مثلا، فانا ادي له اسبرين، فده غلط، اللي هو اصلا عنده الاسبرين قلنا بيعمل ميتوكوردال دامج وممكن يعمل لي ليفر ديس فانكشن. تمام، بعد كده الجولين بير سيندروم، دي عباره عن اكيوت ايدوباثيك بولينيفرايتس بولينيورايتس سوري، كلمه ايدوباثيك يعني غير معلومة الحدث، يعني ما نعرفش سببها ايه، بولي يعني كتير، نيورايتس يعني في التهاب في الاعصاب، وده بيبقى ليه ان هو بعض الابحاث قالت ان هو اوتو اميون ديزيز يعني مرض مناعي. يبقى احنا قلنا السيمتومز والساينز بتاعه الانفلونزا، قلنا على مستوى يعني عامه الشخص بيجي لي بايه، بعد كده قلنا في بالمونري كومبليكيشنز، في مضاعفات على مستوى اللانج، وفي مضاعفات مش على مستوى اللانج. المضاعفات اللي مش على مستوى اللانج مهم جدا الري سندروم والجولين بير سندروم. تمام، بعد كده الدايجنوزز، باخد سامبل من العيان ده، بيبقى عنده، احنا قلنا الانفلونزا بتبقى عنده ريني نوز، فباخد سامبل من النوز او ثروت سواب، لان يعني الشخص بيبقى عنده احتقان في الزور او كده، فباخد عينه برضو. دايركت ديتكشن اوف فايرال انتيجنز، بلاقي الانتيجنز على طول زي في الاليزا، او ان انا اعمل فايرال ار ان اي بالبروبس او البي سي ار، ان انا بعد ما باخد العينه بزرعها على امبريونيتد اكس، برضو خدتوها في المايكرو في سنه اولى، او سيل كلتشر عشان معروف ان الفيروس غير غير البكتيريا. كده الدايجنوزز، يبقى الدايجنوزز انا باخد سامبل سواء كانت من نوز او ثروت، بعمل دايركت ديتكشن الفيرال انتيجنز بالاليزا او فيرال ار ان اي بروبس وبي سي ار، بعمل ايزوليشن للفيروس على امبريونيتد اكس او سيل كلتشر. التريتمنت عندي عملتهم لكم في جدول، لانه لقيت انه مش يعني متلخبطين شويه كده في المحاضره، فقلت انظمها لكم شويه. عندي تو دراجز، تو كاتيجوريز، زيناميفير ورينيزا، ده اللي بين قوسين ده الاسم التجاري، مش مهم يعني، اهم حاجه الاسم يعني، ووسلتامافير، والناحيه الثانيه ريمانتادين وامانتادين.
الميكانيزم اوف اكشن بتاع الزينامفير ده نيورو اميناديز انهبيتور، عشان النيورو اميناديز انتيجين فبيعملوا انهبيشن. الامانتادين والريمانتادين بيعملوا بلوك لفيروس انتري اكروس ذا اندوزوم اند اولسو انترفير وذ فيروس ليليز. يعني ايه؟ بيشتغل على، احنا خدنا الريبليكيشن سايكل صح، فقلنا اول حاجه ان الفيروس بيعمل اتاتشمنت بعد كده يحصل له اندوسايتوز، بيحصل له انجلفمنت بالسل بالاندوسايتوز. لا هو بيمنع الخطوه دي، ما بيخليش الفيروس اصلا يدخل الخليه، وبرده بيمنع الفيروس ليليز، يمنع الفيروس ان هو يعمل دامج للخليه ويموتها لي. تمام. الافيكاسي بتاعته، انا قصدي بكلمه افيكاسي يعني يعني هو بيعمل ايه او هو اكتف ضد ايه. زينامافير ده اكتف اجينست بوث انفلونزا A وانفلونزا B، وبيقلل الديوريشن بتاعه الانفلونزا. تمام. باي ابروكسيميتلي 1 داي ان اباوت من 70 90% من الادلتس. لو يعني يعني مثلا لو خدته خلالي مثلا من بداية المرض، خدته يومين بعد، يعني لو خدته يومين خلال من بداية المرض هيقلل لي المدة بتاعت الديوريشن بتاعت الانفلونزا لمدة يوم يعني. بس المشكلة ان هم لقيوا ان السلتاميفير حصل فيه ريزيستنس، يعني في بعض الاسترينز طلعت وكده من الانفلونزا، لقيوا ان السيلترميفير طلع فيه ريزيستنس ضده يعني. تمام كده الزينامفيفير والسيلترميفير. الريمانتادين والامانتادين بنديهم يعني لو شخص مثلا قعد في وسط ناس مثلا كبروفلاكس، يعني حصل قعد عرف ان هو مثلا الشخص اللي اتعامل معاه ده عنده انفلونزا فخايف ان هو يجيله انفلونزا، فانا اديله ريمانتادين او امانتادين. They may be given as a protective agents during outbreak, especially to those at severe risk and key personnel. يعني إيه؟ شخص مثلاً زي ما قلت لكم قاعد مثلاً مع مجموعة مثلاً، وعرفت مثلاً شخص مثلاً عنده فلوس، فأنا خايف مثلاً تجي لي، فأنا أدي له أمانتادين أو ريمانتادين. outbreaks يعني مثلاً حصل مثلاً طلع new strain من الإنفلونزا إيه مثلاً، حصل outbreaks وأنا عايز أحمي نفسي مثلاً ولسه ما جاتليش، فأخذ ريمانتادين وأمانتادين. مثلا الناس الاتريسك، قصده الناس الاتريسك الناس اللي هي ممكن تعاملت تخلطت مع حالات او كده، او الناس مثلا ان هي الناس الكبيرة في السن، الناس اللي عندها امراض مزمنة وهكذا، يعني معرضة ان هم يجيلهم الانفلونزا. فانا كده التريتمنت عندي اتنين، عندي زينامفير وسلتاميفير، والناحية التانية ريمانتادين وامانتادين. عندي ميكانيزم في اكشن هنا نيورو امينيديز انهيبيتورز، وهنا بتمنع الانتري بتاع الفيروس وبتمنع الريليز. هنا الزينامافير والسلتاميفير ده اكتف اجينست الانفلونزا A والانفلونزا B، وبيقلل لي المده بتاعه الفيروس. انكمبليكيتد يعني ما عمليش كومبليكيشن لسه. تمام. ريمانتادين وامانتادين كبروتكتيف ايجنتس كبروفلاكسس. تمام. الفاكسينز ما تتخضوش خالص من الجدول، والله ما تتخضوا، هو اصلا جدول فارغ ما فيهوش اي حاجه، بس مش عايزاكم تتخضوا، بالراحه بالراحه والدنيا فله وتمام. تمام. انا حاولت يعني ابسطه لكم كده في جدول عشان الدنيا ما تتوهش منكم، لانه مهم خالص زي ما قلت لكم الفاكسينز مهمه 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 مهمه. تمام. اول حاجه همسك لكم واحد واحد وبالراحه كده وما فيش اي حاجه. اول حاجه اول فاكسين عندنا ترايفالنت ان اكتيفيتد فاكسين. ده عبارة يعني كلمة تروي يعني ثلاثة، عبارة عن فاكسين فيه ثلاث يعني جاية ثلاث حاجات، يعني في ثلاث حاجات. تمام. inactivated vaccine يعني الفيروس مش متأكتف خالص. inactivated عبارة عن ايه؟ inactivated preparation of egg grown virus، يعني الفيروس انا زرعته على ال egg embryonated. تمام. وبعد كده بعد كده بيتحقن، يعني هو انا الفيروس هو انكتف مش 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 اكتف، يعني مش الفيروس مش حي. تمام. في ايه بقى الفيروس ده؟ في بيوريفايد سيرفيس انتيجين، يعني في السيرفيس انتيجين عندي فيه، والسب فيريان اند السب فيريان. سوري هي الحته دي اتكتبت غلط، يعني معموله غلط، فانا هصححها لكم دلوقتي في الكلام.
الترايفالنت ده عباره عن ان اكتيفيتد بريبريشن، يعني فيروس مش متاكتف زرعته على امبريونيتد ايج، بيبقى فيه ايه، فيه بيوريفايد سيرفيس انتيجين، يعني السيرفيس انتيجين واضحه وظاهره فيه عشان الجسم يقدر يتعرف عليه، واللي فيه السب فيريان يعني الجزء المسؤول عن الانفكشوس، يعني الجينيتيك ماتيريال، يعني سب فيريان يعني مش جينيتيك ماتيريال بالظبط بس اعتبروها الجينيتيك ماتيريال يعني. اند از جيفن باي انجكشن، يعني بديله حقن. يبقى اول حاجه سوري يعني على اللخبطه دي اللي حصلت، بس هي الكلام مش انا ما خدتش بالي والله. اول حاجه التراي فيلنت ده بيبقى ان اكتيفيتد فاكسين بتزرع على امبريونيتد ايج، بيبقى عباره عن بيورفايد سيرفيس انتيجين بالسب فيريان وبيتاخد انجكشن. تمام. تاني حاجه معتمني معلومه يعني بروتكشن بيبقى عن طريق ان هو بيكوني اي جي جي انتي بوديز، يعني اي جي جي بتتكون، يعني مجرد ما دي المفروض ان هي تتكون عندي اي جي جي انتي بوديز. تمام. ال ايه انواع الفيروس، ايه انواع الانفلونزا الموجوده في الفاكسين ده؟ عباره عن انفلونزا H1N1 والانفلونزا H3N2 وانفلونزا بي فيروس، عشان كده هو تراي فيلنت، عباره عن ثلاث حاجات، تو سب تايبس من تو سيري تايبس من ايه وتو سب تايبس من ايه وانفلونزا بي فيروس، وان تايب يعني من الانفلونزا بي فيروس. بسرعه كده واسفه تاني على اللخبطه. تراي فيلنت ان اكتيفيتد فاكسين ده ان اكتيفيتد بريبريشن من الفيروس، في بيوريفايد انتيجين اند سب سيرفيس انتيجين اند سب فيريان، بيدي لي انجكشن، الاميونيتي اللي هتتكون عندي اي جي جي، في ايه، في هو عباره عن تراي يبقى في ثلاثه، انفلونزا ايه و H1N1 و H3N2 وانفلونزا بي فيروس. تمام. النوع الثاني بعد كده ليف اتينويتد انفلونزا فيروسز اللي هو الليف اللي اي في، عشان تبقوا على بينه يعني ده كوادريفالنت، يعني في اربعه بس هو مش ذاكرها عندكم بس تعرفوها كوادريفالنت، اربعه ماركتيتد از بيسموه يعني في السوق معروف ب فلو ميست فاكسين از بريبريت فروم ايج جروم فيروس اتس جيفن نيزلي، مشروع يعني بيتاخد بسبراي سبراي، يبقى هو بيتزرع برضو على ايج جروم فيروس يعني ايج امبريونيتد ايج وبيتاخد نيزل، التاني كان بيتاخد انجكشن. تمام. ايه الاميونيتي اللي بيديهاني؟ بيديني ميوكوزال عشان انا بديله بسبراي بدي نيزل. تمام. قلنا النيزل والميوكوزا في مين؟ في الاي جي اي، فبالتالي هتتكون اي جي اي، فبتتكون ميوكوزال هيمورال بيتكون اي جي جي وانتي بوديز، بيتكون سيل ميديتد اميونيتي، التي بقى سيلز والحوارات بتاعه الاميونيتي، يعني بكل بيكوني كل الاميونيتي. تمام. بعد كده بنديه لمين؟ بنديه for healthy those not at risk for complication from viral influenza infection، يعني الناس اللي ممكن ما تجيلهاش الكومبليكيشن بتاعت الانفلونزا، يعني قلنا في بالمونري كومبليكيشنز وفي نون بالمونري كومبليكيشنز، الناس اللي مش عرضه ان هي يجيلها كومبليكيشن دي بنديه عادي، ناس هيلثي يعني نون بريجننت، الست اللي هي مش حامل، عشان ده لو خدتوا انتوا البيزكس بتاعت الفاكسين قلنا الليف اتنويتد الفيروس الحي او الفاكسين الحي مش بنديه للست الحامل عشان ممكن يعمل مضاعفات، انديفيدوالز من سن سنتين ل 49 سنه. تمام. بات كونتراديكيتد، يعني بنمنعه لمين؟ بنمنعه للتشيلدرن والادوسنس اون ان اني ثيرابي كونتينينج اسبرين، يعني لو طفل، انا قلت لكم الاسبرين الاسبرين قلت لكم فيه جرعه صغيره جدا 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 بنديها للتشيلدرن والادلتس، بس مش بنديهم في اسبرين اطفال، مش عارفين في حاجه اسمها اسبرين اطفال، هو ده لو الطفل ده او الادلت ده بياخد اسبرين ما ينفعش اديله الفاكسين ده، لان الفاكسين ده حي صح، ممكن يعمل لي كومبليكيشن، وقلنا من ضمن الكومبليكيشن يعمل لي ري سيندروم وده غلط، due to potential risk of ري سيندروم اهي لسه بقولها since the virus is alive virus. تمام. يبقى بسرعه كده الليف اتنويتد ده بديله نيزل، بيجزر على ايج امبريونيتد، بيعمل لي كل انواع الاميونيتي، بديلي الناس الهيلثي تمام الفل عشان ده ليف فيروس حي، مش بديل للتشيلدرن وادلتس اللي هم بياخدوا اسبرين عشان ما يحصلش كومبليكيشن ري سيندروم، ما ادوش للست الحامل. تمام. بعد كده الكوادريفالنت فلو فاكسين مفروض يعني الليف اتنويتد فاكسينز اللي هو اللي بيتاخد نزل ده يدرج تحت الكوادريفالنت، لان الليف اتنويتد ده عباره عن اربعه برضو بس مش مذكور عندكم، الكوادريفالنت ده عباره باين من اسم الكوادري يعني اربعه، فيها اربع حاجات يعني ده بروتكتس اجينست تو انفلونزا فيروسز اند تو انفلونزا بي فيروس، يعني نوعين من الاي ونوعين من البي،
ستاندرد دوز كوادريفيلنت انفلونزا شوتس ذات ار مانيفاكتشرد يوزنج فيروس جرون ان اكس. يعني في اول نوع ستاندرد دوز، يعني دوز معروفه حجمها، بنديها كوادريفيلنت في اربعه بتتزرع على اكس، يعني اول نوع من الكوادريفيلنت بتزرع على اكس، ومن ضمنها او شبهها اللي هي الليف اتنويتد، لان الليف اتنويتد ده اصلا كوادريفيلنت وبتزرع على اكس. تمام. تاني نوع من الكوادريفيلنت اسمه كوادريفيلنت سيل بيزد انفلونزا شوت، بيسموه تجاريا فلوسيل فاكس كوادريفيلنت كونتيننج فيروس جرون ان سيل كلتشر، يعني ما تزرعش على الايج امبريونيتد، لا تزرع على سيل كلتشر بتاعه الفيروس. تالت حاجه بعد كده ريكومبيننت بقى، التكنولوجيا الحديثه بقى في الفاكسينز، كوادريفيلنت انفلونزا شوت بيسموه فلو بلاك كوادريفيلنت ان ايج فري فاكسين، يعني مش متزرع على ايج، ريكومبيننت. تمام. عايزه اقول لكم انه الاسم اللي بين قوسين، انا اسفه ان هو مهم، ممكن يجي لك في الامتحان ما يجيلكش الاسم العلمي بتاعه، ولا يجي لك الاسم اللي هو في بين قوسين ده. اوكي هرجع لكم بسرعه كده على الكوادريفيلنت. كوادريفيلنت كوادري يعني اربعه، يبقى في اربع حاجات، تو انفلونزا A وتو انفلونزا B. تمام. اول حاجه عند الستاندرد دوز كوادريفيلنت انفلونزا اللي هو بتزرع على اكس، ويعني يعني عايزه اقول لكم ان هو ليف انتروديت ده، يعني منه يعني انه ليف انتروديت ده كوادريفيلنت وبتزرع على اج. تمام. تاني حاجه كوادريفيلنت سيل بيزد انفلونزا يعني تزرع على سيل كلتشر، بيسموه تجاريا فلوسلي فاكس كوادريفيلنت. بعد كده الريكومبيننت تكنولوجي، وده مهم جدا، دي الفلو بلو باك، عايزاكم تحفظوها، يعني حاجة عشان تحفظوها. يعني عندك الفلو بلوك في او، تمام، وريكومبيننت فيها او، تمام، يبقى او او. تمام. الفلو سيلفكس في سي، سي كلمة سيلفكس في سي، ويبقى سيل كلتشر. تمام. يبقى كده هرجع لكم بسرعه كده على الفاكسين عشان مهم. اول حاجه تراي فيلنت ان اكتيفيتي فاكسين، فاكسين مش متاكتف، الفيروس مش متاكتف، متزرع على امبريونيتد، بيعمل لي اي جي جي انتي بوديز ضد ثلاث حاجات، انفلونزا اي اتش 1 ان 1 و اتش 3 ان 2 وانفلونزا بي. بعد كده ليف اتنويتد انفلونزا فيروس اللي هو لافي، مشهور في السوق بالفلو ميست، بتزرع على ايج جرون، بيعمل لي كل انواع الاميونيتي، حلو جدا للناس الهيلثي اللي ما مش ات ريسك، مش بديه للتشيلدرن والادلتس اللي بياخدوا اسبرين عشان ما يحصلهمش ري سيندرومز، مش بديه للست الحامل عشان ده ليف فاكسين. بعد كده الكوادريفيلنت عباره عن اربعه، 2 اي و2 بي، عباره عن ثلاث حاجات، ستاندرد دوز اللي بتزرع على الايج، عندي الكوادريفيلنت اللي بيزرع على سيل كلتشر، وقلت لكم طريقه فلو سلفكس فيها سي وسيل كلتشر فيها سي، عندي الريكومبيننت فيها او، يبقى فلو بلوك اللي هو فري ايج فري فاكسين. يا رب تكون الفاكسينز تمام معاكم. بعد كده الجدول ده بيوضح لك الفرق بين انفلونزا A وB وC. الA كان انفكت مالتيبلاي سبيشيز، يعني بيصيب كل حاجه زونوتيك، يعني البيردز، الهيومن، السواين، الهورسز، حاجات كتير. الانفلونزا بي بيصيب بس جاست الهيومن. الانفلونزا سي عشان كده ما اتكلمناش عليه، كان انفكت مالتيبلاي سبيشيز، يعني مش مشهور قوي، مش مشهور قوي عندنا، يعني بيجي السي ده مش اي وبي دي هيومن يعني. كومنلي اندرجو جينيتك فاريشنز دريفت وشيفتس اللي هو الانفلونزا اي. الانفلونزا بي زي ما قلنا في الشرح، انفلونزا بي can go less commonly drifts but never shifts، يعني بيحصل له drift، بيحصل له mutations بس ما بيحصلوش shifts، ما بيحصلوش assortment. الانفلونزا سي and genetically stable، يعني stable ما لا بيحصل للراجل ده drift ولا shift. تمام. الانفلونزا ايه بيعمل لي outbreaks و epidemics و pandemics، يعني بيعمل لي مرة واحدة كده يحصل outbreak، ما تحصل new strain جديدة. انفلونزا بي less common عشان هي اصلا مش بيحصل لها شيفت كتير، لان الشيفت دي هي المسؤولة عن النيو سترين ومسؤولة عن البانديميك. انفلونزا سي never ما بتعملش عشان هي ستيبل. الانفلونزا اي كان كوز سيفير ريسبيراتوري ديزيز، بتعمل لما بتصيب ريسبيراتوري تراكت بيبقى مرض محترم، سيفير يعني. انفلونزا بي بتبقى مايلد كويس، يعني بين البنين. انفلونزا سي ماينور، حاجة بسيطة. تمام. بعد كده ناخد شوية معلومات جاست حاجات بسيطة كده عن الانفلونزا، الانفلونزا الخنازير والانفلونزا الطيور. تمام. اول حاجة السواين فلو، انفلونزا الخنازير H1N1، دي بدأت حصل اوت بريك سنة 2009. تمام.
وكانت unusual، كانت غريبة بالنسبة للباحثين والدكاترة، because it possesses a combination of genes that have not previously been observed in animal or human populations. زي ما قلت لكم الانفلونزا يعني واحد مثلا بداية الحكاية كانت واحد اتصاب بحاجة وحاجة وطلعت له حاجة تاني، فطلعت لي H1N1. تمام. بداية سموه لي سواين عشان كان بداية اكتشافه كانت ليه في الخنازير. تمام. وكان عمل لي اوت بريك يعني حلوة كده، وناس كانت قاعدة فترة قلقانة. تمام. بعد كده منظمة الصحة العالمية ادركت الموقف، وبعد كده عملوا فاكسين، عملوا اماس فاكسينيشن كامبين، عملوا حملة تطعيم للـ H1N1 مونوفيلنت، يعني كان مونوفيلنت يعني حاجة واحدة بس. وبعد كده يعني كانوا يدوا العبارة عن الفاكسين كان عبارة عن ان هم يدوك مونوفيلنت يعني حاجة واحدة H1N1 حاجة واحدة فيه، وفي H1N1 واحد بس، ويدوك معاه التراي فيلنت اللي هو فيه التلاتة الانفلونزا A و B و الانفلونزا A و B تو سترينز، يعني تراي فيلنت فاكسين اجينست سيزونال فلو. تمام. ده سنة 2009. تمام. ده الـ H1N1 سواين فلو، وكانت جديدة لأنه لقيوا الجينز مش مشوفهاش قبل كده، غريبة مشوفهاش في حيوانات ولا شوفوها بني آدمين، كان الجينز كده كانت غريبة يعني. بعد كده الـ H5N1 لفينيوم فلو، دي في الفلونزا الطيور برضو قعدت فترة منتشرة يعني عليها جدال سنة 2003 و2004. number of outbreaks of the strain in south east asia ظهرت في اسيا، وكانت فيرولنس يعني كانت شديده، كانت شرسه. و بس هو ناس كتيره كان يعني ناس قليله اللي اتصابت بيها، بس كانت مميته يعني، ما كان شخص اتصاب بيها كانت مميته، هي اصابت ناس قليله وعملت وخلاص بقت حظرت الحكايه يعني خلاص خلصت يعني كانت اوت بريك وخلصت، بس كانت مميته يعني. اهو ان هيومن H5N1 leads to the usual respiratory symptoms of flu and some people acute respiratory distress اللي قلناها كده الشخص مش قادر ياخد نفسه، ونمونيا، وحصل فيه كومبليكيشن ليه عشان كده كانت مميته، كان مالتيبلاي اورجان فيلير. ولحد دلوقتي الفيروس مش يعني الانفلونزا الطيور برضو مش قادره تصيب الانسان، يعني بيقول لك ايه تن ناو ذا فيروس دازنت سبريد ايزلي تو هيومنز، مش من السهل انك تصاب بانفلونزا طيور، بس الشخص اللي كان يتصاب بيها كانت فعلا شرسه وكانت مميته. تمام كده خلصنا مين الانفلونزا، يا رب تكونوا استوعبتوها، يا رب يا رب يا رب. قلت لكم السكيم هنمشي عليها والديتيلز اللي في النص دي انا عارفه ان هي غلسه شويه، بس مع التعود والتكرار هتبقى تظبط معاكم ان شاء الله. ندخل بقى في ايه، في اللي احنا عايشين فيه دلوقتي واللي احنا تعبانين فيه، وربنا يعني يشفينا ويشفي جميع المرضى، وربنا ما يعني ما يوركمش في حد حاجه وحشه بسبب كورونا، لان هي فعلا خطيره. ونصيحة لوجه الله يا ناس يا ناس يا ناس، اقعدوا في بيوتكم محدش يطلع، الوضع خطير فعلا، الوضع خطير، الوضع خطير. وانت دكتور ومفروض اعرف كده كويس، وعندك اهلك في البيت يعني عندك باباك ومامتك وجدك وجدتك كبار في السن يعني راعيهم يعني كتر خيرهم يعني كتر خيرهم، طلعوك دكتور فحرام تعمل فيهم كده انك تطلع وتجيب له معادله وتدخل البيت يعني حرام يعني. في المحاضرة كورونا فيروس مش عليها كلام كتير وما عليهاش كلام كتير يعني، انا هنمشي على السكيم اللي احنا واخدينها يعني. تمام. الكورونا فيروس، الكورونا فيروس ده هنمشي يعني، اول حاجه هاخدها معاكم الاستراكشر. نبدا من هنا، من فين من فين نبدا، ماشي من 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 جوه لبره زي ما متعودين، نمسك القلم بتاعنا. عندي هنا البوزيتيف ار ان اي والنيكلوكاسبيد بتاعي اللي هو عباره عن الار ان اي والبروتين ان بي بروتين. تمام. نطلع شويه، عندي في عندي ام بروتين برضو بس مش ذات اهميه، عندي برضو هيماتوجلينين ستريس دايمر اللي هم الشوك دي اللي طالعه، وعندي سبايك جلايكوبروتين
برضو شوك اللي هي العاملة زي الحاجات اللي طالعة كده من على الجناب دي، تمام. بس يعني وجست اللي تعرفون هو بوزيتيف سنجل ستراند ار ان اي والان بي بروتين، في هيمو بروتين بس مش ذات اهميه. في عندي هيموتوجلوبين استريز، في عندي سبايك جلايكوبروتين، تمام. نبدا السكين بتاعتنا. اول حاجه سيجمنتد جينوم، يعني الجينوم بتاعه لا سوري ان سيجمنتد، يعني مش متقطع زي الانفلونزا. الار ان اي بتاعه فيري انفكشوس، يعني عارفين انتوا خدتوا يعني جاست انك انت تصب الجينيتك ماتيريال بتاعته خلاص انت كده اتصبت، من غير الانفلوب، من غير جاست انك اتصبت بيه الار ان اي بتاعته كده فيري انفكشوس يعني، تمام. سنجل ستراند زي ما قلنا بوزيتيف ار ان اي، وده يعتبر اللارجست جينوم امونج الار ان اي فيروسز، يعني هو اكبر جينوم، الجينوم بتاعه كبير جدا من 27 32 كي بي، تمام. وزي ما قلت لكم الجينوم بتاعه الار ان اي فيري انفكشوس، تمام. والنيوكليوكاسبيد بتاعه بيبقى هيليكال، يعني حلزوني شبه الانفلونزا، تمام. وطالع منه زي ما قلت لكم اللي هي البروجكشنز وكده، فبتدي له شكل ال كده بيسموه كورونا، السبايكس والجلايكوبروتين اللي طالعه دي مدياله شكل الشمس، تمام. فاسمه وعامل شبه التاج، يعني هي الحاجات دي طالعه من بره فمدياله شكل التاج، كلمه كورون يعني تاج، فالكورونا الفيروس التاجي يعني، تمام. الفيروس ده زونوتيك، meaning they are transmitted between animals and people، يعني مصدره يعني حيوان ممكن يتنقل من الحيوان للبني ادم، عشان كده كانوا في بدايه كورونا كان من الخفافيش، اتنقل من الخفاش للبني ادم، وده هو second most frequent cause of common cold، بغض النظر عن كوفيد 19 اللي ظهر الاسترين الجديده اللي طلعت، بس هو عامه الكورونا استرين بتاعه الكورونا دي second common cause للكومن كولد، يعني اي واحد عنده نزله برد غالبا تاني سبب يكون عندك ممكن يكون عندك كورونا، عشان كده بنقول يا ناس اللي عندكم نزله برد عزلوا نفسكم، تمام. الانكبيشن بيريد بتاعته انا كاتبه الانكبيشن بيريد عشان مش بذكر عندكم في المحاضره، هديكم الانكبيشن بيريد اللي احنا عارفينها ما بيننا وبين بعض والمعروفه دلوقتي اللي هو 14 يوم، عشان كده بيقول لك اعزل نفسك 14 يوم. الستاينز والانفكشن الشخص ده يعني هيبقى عنده ايه الاعراض اللي عارفينها، يعني respiratory symptoms، fever، ممكن كف، ممكن shortness of breath، breathing difficulties، مش قادر اخد نفسي. in more severe cases ممكن تقلب تعمل لي نمونيا، تعمل لي inflammation في اللنج وتعمل لي damage لللنج وتعمل لي acute respiratory syndrome وكيدني failure even death، تمام. لو ما تلحقتش يعني خلاص مميتة، تمام. عشان كده دلوقتي بقى في بتعملي هايبوكسيميا جامده جدا الكورونا، يعني عشان الشخص مش عارف ياخد نفس كويس وتعملي ضيق تنفس، فزي ما قلت لكم في النمونيا الشخص ما بيبقى الاكسجين قليل جدا، فعشان كده دلوقتي في كله يعتبر معظم البيوت عندنا دلوقتي في جهاز قياس الاكسجين، لو شخص عنده حاسه عنده نزله برد او كده فبيعزلوه كل شويه يقيسوا له نسبه الاكسجين من 95 فما فوق ده كويس، لو بدأ يقل عن 95 بدأ يقل تدريجيا، يعني كل يعني انت بتقيسه كذا مرة في اليوم، كل ما بيقل عن 95 كل ما الموضوع بقى خطر، ومعناها ان مفيش اكسجين في الدم وده موضوع خطير. وساعات دلوقتي السباق والناس تصارع والمرضى تصارع ربنا يشفيهم على انابيب الاكسجين، يعني انت في نعمة 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 يعني. بعد كده عندي الدياجنوزس ازاي بعرف الشخص ده عنده كورونا، بموليكولار تيستينج، ريل تايم ريفرس ترانسكريبشن بوليميريز اللي هو المسحه اللي بنعملوها، ار موليكولار تيستس ذات كان بي يوز تو ديتكت فايرال ار ان اي ان كلينيكال سامبلز، يعني باخد بعمل المسحه دي وبيعملها بيعملوا بي سي ار و بعرف الشخص ده عنده كورونا ولا لا. السيرولوجيكال تيستينج، السيرولوجي تيستينج از يوز تو ديتكت بريفيوس انفيكشن، يعني لو اخد انفيكشن قبل كده، وعندي انتي بوديز ضدها من بيبل هو مي هاف بين اكسبوزد تو فيروس، عشان كده الناس اللي اتصابت بكورونا خدوا منها البلازما بتاعتها عشان يعملوا منها انتي بوديز ضد الكورونا في العلاج بتاعها، تمام. كده انا
بإذن الله بإذن الله بإذن الله خلصت الإنفلونزا والكورونا. والكورونا ما كانش عليها كلام كتير، تست السكيم اللي متعودين عليها. يا رب تكونوا اتبسطت الدنيا كده معاكم، والدنيا اتظبطت في المحاضرة الغلسة دي، بس ان شاء الله يعني انتوا قدها والدنيا هتظبط معاكم تمام. في جاست كام سؤالين كده، وزي ما قلت لكم بإذن الله هحاول اجمع لكم اكبر قدر من الأسئلة واعملها لكم. لو لحقت اخلصها قبل ما الفيديو ينزل هحطها لكم، اخلي التيم يحطها لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو. ما لحقتش يبقى اخلي التيم يتواصل معاكم يعني ويبعتها لكم. ان شاء الله يا رب يقدرني واعمل لكم المايند مابس تمام. يبدأ بأول سؤال: which of the following are characteristics coronavirus، يعني ايه من دول حاجة بتميز ال كورونا فيروس. لسه قايلينها في الاستراكشر بتاعتها اللي هي ايه، انفكشوس ار ان اي جينوم. الجينوم بتاعها الار ان اي جاست اللي انا اتصبت بجاست الجينيتك ماتيريال بتاعها ده انفكشوس خالص، يعني انفكشوس انفكشوس يعني معدي معدي يعني. Which of the following infectious agents is most likely to cause a pandemic؟ يعني ايه الحاجة اللي ممكن تعمل لي pandemic، يعني تعمل لي outbreak؟ مين في دول؟ شغالين بنعيد فيها طول المحاضرة. influenza A virus، just ان ال influenza A دي معروفة، بيسموها قلت لكم بيسموها seasonal flu season، بيسموها بيعملوا بتعمل حاجة اسمها seasonal epidemics، بتعمل لي على طول epidemics شغالة الانفلونزا A دي ما شاء الله عليها، مجرد ان هي تعمل لي new strain فبتقلب لي الدنيا قلب، فهي مسؤولة عن البانديميك تمام. كده جست سؤالين كده بس بساط خفاف عشان المحاضرة كانت طويلة. يا رب تكون استفدتوا والكلام كان بسيط او خفيف عليكم. برضو هحط لكم الايميل بتاعي في الديسكريبشن بتاع الفيديو. اللي عايز يسألني اي سؤال اي سؤال اي سؤال يبعت لي على طول. ان شاء الله اكون افدتكم واستفدتوا، ويا رب تكون محاضرة لذيذة وخفف عليكم، واسفة لو طولت او عدت او زدت او كده، معلش دي عادة فيا يعني، بس معلش يعني التكرار حلو يعني. وزي ما قلت لكم الميكروبيولوجي هيبقى حلو جدا في ايديكم لو نظمتوه حلو، وربنا معاكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.